هيبان وهو جاي يطلع. طب هو استنى هتطلع هنا ماشي؟ اصبر جاهز؟ لا اصبر انت بص ده قرب يتكسر الكرام احبابي اخوكم محمود عاطف من قناة محمود وكوفو بنهك شوية عشان لسه شايل كوفو ما شاء الله عليه فحابب النهاردة اتكلم معاكم عن نقطة مهمة جدا النقطة دي هتفيد كل الناس ايا كان عمر الكلب اللي معاك فانت محتاج تبقى عارف المعلومة دي كويس الحب اللي بينك وبين الكلب غير الوفاء اللي عند الكلب يعني ان الكلب يكون وافي ليك ده شيء مفيش فيه نقاش لازم يبقى وافي ليك لكن ان هو يحبك ده مش شرط لان الكلب هو كده كده كائن محب وبيحب صاحبه جدا وبيحب القطيع وافراد العيلة جدا ولكن بيحبك بانهي درجة يعني لقد ايه بيحبك لو تاخدوا بالكم في اللي حصل من شوية وانا بشيل كوفو لما شلته ونزلته وهو قدر ان انا ما ضغطتش عليه وسبته هنا عشان هو مش قادر يقفها وكان متوتر يعني انا كان ممكن اسيبه وابعد هيفضل يأقلم نفسه لغاية لما يعرف يقعد او يشوف هيعمل ايه ولكن على ما يعمل كده هيبقى متوتر شوية هيبقى قلقان لا يقع فمش هديله الفرصة ان هو يتوتر اصلا فاهمين العلاقة بتبقى عاملة ازاي انا يعني حبيتكم تشوفوا المشهد ده زي ما حصل بالظبط مرضتش اخلي كوفو ينط ويطلع لان عنده ضفر طويل قرب جزء منه يتكسر فخفت عليه لا ينط لا الضفر يتكسر او يتعور فشلته وطلعته ولكن لما طلع جسمه مش ثابت هنا حاسس ان هو عايز يتزن فقال قال لا يقع قربت منه حاولت اسنده حاولت معاه شويه اطمن اكتر لما انا قربت لقيت رجله مش متوازنه هنا فشلته ونزلته اول ما نزلته قدر ده وشكرني وعبر لي عن حبه وفهم الموقف البسيط اللي حصل دلوقتي فعلشان كده مواقف صغيرة كتير قوي بسيطة بينك وبين الكلب بتحدد مدى حب الكلب ليك خلي دايما مواقفك إيجابية مع كلبك ما ينفعش كلبك يقلق أو يتوتر في وجودك واحسبها بقى بالطريقة اللي انت شايفها صح يعني أي موقف بيحصل معاك قيس عليه الكلام اللي أنا بقوله وهتعرف لوحدك إيه الغلط وإيه الصح اللي انت بتعمله مع الكلب ما ينفعش الكلب يخاف وهو جنبك فعشان كده في ناس بتقولي الكلب بتاعي بيخاف من صوت العربيات في الحالة دي هتعمل ايه؟ في الحالة دي انت هتخرج هتلعب مع كلبك وهتطمنه وهتبقى قريب منه في حاجة ملموسة بينك وايدك عليه انت شايله انت قريب ولمسه لازم يبقى في حاجة لمس غير السلسلة غير ان انت ماسكه بسلسلة وواقف جنبه ومستنيه يطمن وما يخافش لا المشكلة ان انا اوطي على الارض جنبه واحط ايدي عليه واسيبها لغاية لما يبدأ يطمن حتى لو هاخد ساعة ساعتين انا قاعد جنبه لغاية لما هو يبدأ يطمن ويسمع العربيات رايحة جاية اول ما يوصل لمرحلة ان هو بدأ يبقى هادي وبيشوف بطريقة عادية اللي بيحصل ابدأ اطلع اكل واديله ياكل قطع الكلب لما بياكل في مكان فهو اطمن لو كل الحاجة وبلحها يبقى هو الى حد ما بدأ يطمن ايه
فنبدأ نعمل كده لغاية لما الكلب ياخد على صوت العربيات، أبدأ أستمر كل يوم أنزل بيه. أول مرة قعدت ساعة أو ساعتين، تاني مرة أقعد نص المدة، تالت مرة ربع المدة. بعد كده هيبقى الطبيعي إن أنا وأنا ماشي والكلب فيه عربيات هو خد عليها خلاص، خد وقت كافي لفهمها، عرف أبعادها. يفضل برضو تبدأ تعدي بيه الشارع كتير وهو جنبك، تطمنه من أي حاجة بيقلق منها. مش عايز أطول عليكم في النقطة دي، ولكن اكتبوا لي أسئلة عنها بالتحديد، عن بناء الثقة مع الكلب. انا دلوقتي بتكلم عن الناس اللي لسه ما غلطتش مع كلابها وكلابها فقدت منها السيطره، انا بتكلم عن الناس اللي لسه هتجيب كلاب او اللي معاها كلب وبيتعاملوا مع بعض عادي. بقول لك ازاي بقى تطور الموضوع عشان يبقى فيه حب. انما لو كلبك فيه مشكله سلوكيه اكتبها لي في كومنت، قول لي ايه المشكله. ان شاء الله هاخد الكومنتات اللي هيتاخد عليها لايكات كتير، ان هي في ناس كتير عندها نفس المشكله، اجمعهم وهعمل حلقه برد عليهم الاسبوع ده ان شاء الله. في كفو نرضي شويه كفو. ده اللي بيحصل بعد كل حلقة، ان انا في نهاية الحلقة بعد ما بقفل معاك وبقعد اراضي كوفو عن الوقت اللي هو استنى فيه، عن الوقت اللي هو كان زهقان ومش عارف انا بعمل ايه او بكلم مين اصلا. خلصنا خلاص؟ خلصنا خلاص؟ يلا يلا يلا. معظم الناس بتقول لي انت بتعمل ايه مع الحشرات؟ كلبك ما بيتنقلوش حشرات من الكلاب؟ لا، اللي انا بعمله ان طبيعي ان الكلب حتى لو ما بيقابلش كلاب في الشارع وبينزل الشارع وبيشم وبيلعب وبيروح جنب شجر، فطبيعي ان يجيله. فعشان كده احنا بنعمل ايه؟ بنعمل وقاية شبه يومية بالتشيك اب بالايد، بتشيك بايدك، بتطمن على الكلب بايدك، بتمشي ايدك على جسم الكلب، بتشوف عليه حاجة ولا لا. ده كل يوم. طيب وكل اربع خمس ايام بتعمل ايه؟ هتشوفوا دلوقتي احنا بنعمل ايه. انا بالتحديد بعمل ايه مع كوفو. في ناس بتدي ابر تحت الجلد للكلب عشان الحشرات، انا ما بحبش الحاجات دي، انا بدي دواء غير سام بالمره زي اللي انتوا هتشوفوه. اشترك في القناه لو اول مره تشوفنا، فعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، اكتب لي كومنت برايك باللي شفته. يلا بينا. حط ايدك بس. ايوه بس كده، استنى ما تتحركش. يلا سلام. هات ايدك الثانية. يلا هات ايدك الثانية. لا ايدك ايدك سلم سلم. لا اقعد يا ايدك. اقعد يا ايدك. لا لا احنا ما عملناش الحتة دي. يلا اقعد يا ايدك. فيروز ما بتحبكش ليه؟ تعالى.